بالمناسبة شناوي وأليو ديانج اختير ضمن التشكيل المثالي في جولة الذهاب لدور الثمانية. شناوي واخد 7.4 من 10 وأليو ديانج واخد 7.5 من 10 في التشكيل المثالي، لأن الاثنين الحقيقة ما شاء الله عليهم. أليو ديانج بقى لعيب تقيل في الملعب. عقبال ما نص الفرقة في لقاء العودة يخش التشكيل المثالي بإذن الله.